بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأبرار الأخيار الأطهار ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم تعتبر هذه الآية مفتاح من مفاتيح العلاقه بين الله وخلقه فهذه الآيه السنه النبويه يسطرها لنا الباري عز وجل في كتابه حتى نكون على بينة وحتى نبتعد عن الجاد وحتى لا نبتعد عن الجادة ونتوه عن الصواب وحتى لا نضيع العروه الوثقى هذه الايه تمثل معادله ثابته مفادها ان الله لن يغير حال قوم من وضع مرض مريح الى وضع ضنك مذموم او العكس من ذلك الا اذا غير هؤلاء القوم ما في قلوبهم وما في نفوسهم فإن تغيروا غير الله ما في قلوبهم لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإن وجهوا قلوبهم إلى مولاهم إلى مولاهم وامتثلوا أوامر أوامره وابتعدوا عن نواهيه غير الله حالهم إلى أحسن حال وإذا توجهت قلوبهم إلى الشهوات وارتكاب المعصيات والمنكرات وارتكست أنفسهم في حمأ الرذيلة والعياذ بالله غير الله حالهم إلى أسوأ حال فقد قال سبحانه فإما يأتينك مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى فهذا القانون الالهي اخواني يعلمنا اننا لن لكي نكون ننعم بحياه امنه مرضيه ياتينا رزقنا رغدا فاننا لا بد ان نتفقد قلوبنا ونتفقد علاقتنا بخالقنا لا بد ان نرضي مولانا عز وجل وعبثا نحاول ان نصلح احوالنا اذا نسينا هذا القانون الالهي فسنن الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن نجد لسنه الله تبديلا يقال أن الشيخ الأردبيلي أو ابن الشيخ الأردبيلي في إيران في يوم ما كان جالسا على نهر صغير يجري أو ساقية فجاءت في هذا النهر الجاري تفاحة فأكلها أعتقد هذه القصة مسموعة من قبل الشيخ الأنصاري الله حفظه ولكن لا بأس في التذكير لأنها متعلقة بما في نفس الإنسان ولكن عندما انتهى من أكلها بدأ يشكك في صلاحية أكلها فذهب إلى صاحب البستان ليسأله أو ليستأذن ليستب... لي... لي... آ... منه في براءة ذمته من التفاحة لأكلها بدون إذنه فقال اني لم اكن انا صاحب البستان لوحدي وانما معي شركاء ثلاثه او اثنين ونحن ثلاثه فاما في حصتي فانت بريء الذمه ولكن عليك ان تبرئ ذمتك من اصحاب الاخرين قال له دلني عليهم فاعطاه عنوان واحد من عندهم قال له هذا موجود في النجف وهو اين اي موجود في, في ايران ف حتى لا لا يستشكل من اكل التفاحه وتبقى في ذمته ذهب الى النجف بعد عناء السفر وسال عن بيت الشخص المالك وقال له هل انت مالك لهذا البستان؟ قال له نعم فقص عليه قصته قال وان برأتك كيف ستبرر نفسك من من الثالث؟ قال له أحاول ان قال ولكنه ليس هنا بعيد قال له اروح له حتى لو كان في مسافه بعيده ولكن اطلب منك ان تعطيني البراءه من هذه التفاحه قال اني براتك منها ولكن اذهب لهذا الشخص الثالث عسى ولعل ان يبرئك فتكون بريء من اكل التفاحه كامله فاعطاه العنوان واذا هو في الهند فذهب الى الهند بعد عناء السفر لمده شهر لان يعني في ذاك الوقت لم تكن هناك لا طائرات ولا عربات. ولما وصل الى عنوان هذا الشخص المالك الثالث قال له يا شيخنا يا محسننا قصتي كذا وكذا فاريد منك ان تبرئ ذمتي. قال لم ابرئ ذمتك. قال ولم لا؟ قال لأنك أكلتها بدون استئذان وأنا لا أبرئك قال بس إنني جئتك من مكان بعيد وأنا ابن أبا كابر فأرجوك بالله عليك أن تعطيني البراءة من هذه التفاحة قال له في حل واحد فقط أن أبرأك منها قال له ما هو؟ قال له أن أزوجك ابنتي وابنتي هذه صماء خرساء عمياء فإن قبلت التزويج بها فأنا أبرئك من هذه التفاحة فرجع إلى أهله، عليكم السلامة الله رجع إلى سكنه وهو مهموم كيف يتزوج من بنت خرساء صماء عمياء وهو لأجل أن يبرأ من التفاحة فقال إذن بعد أن راجع نفسه وحاسب نفسه حتى لام نفسه على أكل التفاحة قال إذن لا بد ولا مفر إلا أن أذهب إليه واقبل بالشرط التعجيزي فقبل وقال ايضا على شرط ان يكون حفله الزواج او تكاليف الزواج على صاحب والد العروس ايضا قبل فلما ليله الدخول الى العروس وإذا شافها تختلف لا صماء ولا خرساء ولا عمياء وانما فلقه من القمر لسانها ينطق ويلهج بالايمان وعينها تقرا القران وتسمع كلام الله سبحانه وتعالى فخرج مذعورا فقال له ما لك قال قلت لي انها سماء وخرساء وعمياء قال له نعم فهي خرساء لا تتكلم الا بلهج القران ولا ترى إلا كلمات القرآن، ولا تسمع إلا كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه صماء وخرساء وعمياء عن المحرمات وعن المنكرات. فانظر كيف الله سبحانه وتعالى كافى هذا الإنسان الورع العبد الفقير بهذه المرأة الورعة التقيه وجازاه الله بهذه الزواج الميمون المباركة. يقول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتاه الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أو إلا ما قدر له إذن فإن الله قد إذا غير حال الناس من الشر إلى الخير فهو بشيء فعلوه وإذا غير حالهم من الخير إلى الشر فهو بشيء أيضا فعلوه يقول سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم. ان الله سبحانه وتعالى غير حال اقوام من الضعف الى القوه ومن الذل الى العز وذلك لما رجعوا اليه واتقوه يقول سبحانه ممتنا من المهاجرين من اصحاب الرسول صلى الله عليه واله الذين فارقوا ديارهم وضحوا باموالهم في سبيل دينهم يقول سبحانه: "واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون" فان الله سبحانه وتعالى حين يقول: "ان الله لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض فإذا اعتدى بعضهم على بعض ونسوا ذكر الله ونسوا نعمة الله فالله سبحانه وتعالى يغير ما في أنفسهم من النعيم إلى الفقر وإلى الفساد يقول تعالى ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ما يح هذا كذلك ما يحصل في العراق تراهم آه الله سبحانه وتعالى أن أنعم عليهم بالحكم وبنعمة المال وبنعمة الجاه فيجب عليهم أن يشكروا نعمة الله التي لا تعد ولا تحصى ولكنهم تراهم قد طغوا وكفروا في طغيانهم وقاموا بنهب الخيرات وله وله بالسرقات وابتعدوا عن دينهم واستباحوا المحرمات وارتكبوا السيئات فجعلهم الله يخربون بيوتهم بانفسهم ويلطخون ايديهم بايدي اعداء الاسلام وعصوا امر الله في قوله تعالى سوف لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فكثير منهم نسوا ذكر الله ونسوا نعمه الله فحطوا ايديهم بايدي اليهود وطبعوا معهم بالتطبيع والاتباع اليهم لذا فتغير الحال من حال الضعف إلى حال قوة إذا أناب العباد إلى الله تعالى ووحدوه ومن حال الفقر إلى حال الغنى وتيسر الأرزاق إذا غير الناس بما في أنفسهم فوثقوا فيما عند الله وابتعدوا عن الحرام وسعوا إلى طلب الحلال فالله يرزقهم إذا حققوا التقوى والتوكل عليه وهو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اذا لا يمكن طلب الرزق ولا يتحقق النصر ويتغير حال البشر دون التوكل على الله واليقين الكامل بقدرته سبحانه وتعالى فان الله يرزق عباده ويزيدهم من فضله اذا هم شكروه على نعمه حتى ياتي الرزق الطيب ويتيسر بقدر الرجوع الى الله وبقدر خشيته وبقدر معرفه حق الله في المال وبقدر رجوع الانسان لمحاسبه نفسه لتنقيتها من وحشه الصدر ووسوسه الشيطان يقول تعالى واذ تاذن ربك لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد قال رسول الله صلى الله عليه واله لاصحابه بعد رجوعه من احدى الغزوات رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قالوا وما الجهاد الاكبر يا رسول الله قال جهاد النفس جهاد القلوب فإذا جهاد النفس هو أشد وطئا وأشد صعوبة من جهاد الحرب وهناك أيضا أحب أن أذكر لكم هذا القصة القصيرة وأن أختم بها الخطوة الأولى هنالك سفرة مدرسية لبنات إلى احدى مواقع الآثار فالمعلمة أو المرشدة كانت تشرح لهم الآثار وتشرح لهم ما يرونه وإذا بطالبة من الطالبات قد ظلت عنهم أو تأخرت عنهم فلم تلحق بالركب والطلاب الطالبات كلهم كلهن ذهبنا بالباص ورجعوا إلى المدرسة وبقيت هي ظلت عنهم فلم تجدهم أبدا وإنما بدأت تتجول في المنطقة إلى أن رأت بيت صغير فطرقت الباب عليه وإذا بشاب حسن المنظر فقير قالت له: اني اضعت طالبات طالبات فارجو ان تاويني هذه الليله حتى اقدر لانه لا لا في لا في سيارات حتى ارجع للبيت ولا في طريق ان اندل، لذلك فقال لها: تفضلي ولكن عندما دخلت الى الغرفه قال هذه غرفه انت ارتاحي بها وانا حنام في المكان الاخر في ذيك اللحظه الشيطان وسوس له قال له انها شابه وجميله وانت ايضا شاب يمكن لك ان تمتع نفسك ولكن ايمانه بالله وورعه بالله سبحانه وتعالى منعه من اتباع هواه فقام بحرق إصبعه في النار جم... ليس جزاء بما كان يفكر به وإنما ل... لتكون عبرة له ودرس له في هذا الموضوع وبعد حين رجع عليه الشيطان ووسوس له مرة ثانية وقال له هذا فرصتك فاذهب وتمتع فبدأ يحرق الأصبع الثاني والثالث والرابع وكمل عشرة أصبع طول الليل عشرة اصابع احرقها وفي الصباح عندما ارجع البنت الى اهلها ساله ابوها ما بال هذه الاصابع المحروقه سكت هذا الشاب فقير ولكنه انسان متقي وورع فخجل ان يكتب يقول قد وسوس لي الشيطان ولكن قال له احلفك بالله ما قصة هذه الأصابع المحروقة فسرد عليه القصة فقال له تعلم يا أخي أني من زمان من قبل أكثر من سنة أفكر وأبحث عن شخص زوج صالح لزوجتي والآن جاء دورك فإذا أنت الزوج الصالح لزوجتي هل تقبل بها؟ فتصور هذا الإنسان الفقير الورع المتقي كيف يكافئه الله لانه غلب هواه على على اه تغلب على هواه فلذلك الانسان اللي حاسب نفسه وليرجع اه الى الى عقله وقلبه يكون مكافاه الله سبحانه وتعالى اكبر وهو اه الشاكر لنعمه وفضائله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصلِّ على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. وصلِّ على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصلِّ على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وامنائك في بلادك صلاه كثيره دائمه اللهم صل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وايده بروح القدس يا رب العالمين فالواجب على الجميع اخواني شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم والدوام على الشكر ومن علامات شكر النعمه استعمالها في طاعه الله سبحانه وتعالى وعدم الاستعانه بها على معصيته قال الله تعالى واذ تاذن ربكم لَأَنْ شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ومما يحفظ النعم على اصحابها البذل منها ونفع الناس بها ومساعده المحتاج ومعرفه حق الفقير والمسكين والبائس فان البركات لا تنزل الا حين يريد الله عز وجل يقول سبحانه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون إن الله سبحانه وتعالى يغير من حال الخوف والتوجس إلى حال الأمن والتمكين إذا عرف الناس ربهم وعبدوه ولناصحوا فيما وتناصحوا فيما بينهم وأقاموا شعائر دينهم كما وعدهم في قوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدل وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالوعد للعباد حققوا الايمان والعمل الصالح يتحقق لكم الاستخلاف في الارض وتمكين الدين وتبدلون من وتبدلون من بعد خوفكم امنا. يقال في زمن موسى عليه السلام ان قومه اشتكوا له لجدب الارض وقله المياه لمزارعهم فقالوا له او طلبوا منه ادعوا ربنا ان ينزل علينا الغيث فراح يلتقي ربه وطلب من الله سبحانه وتعالى وناجاه قال يا ربي ان قومي يشكون من قله المياه فاسالك يا ربي ان تنزل الغيث على منطقتنا حتى يبدو يعني يزرعون ويرتزقون ورجع الى الى قومه وانتظر فتره طويله فلم ينزل المطر او الغيث فرجع الى الى ربه قال يا ربي اني دعوتك بنزل الغيث ولم ينزل الغيث فما السبب في ذلك قال ان في قومك شخص عاص شخص فاسد فلم انزل المطر الا لكونه عاص وفاسد فرجع الى قومه قال لهم ان الله سبحانه وتعالى لم ينزل المطر الا لكون هذا في شخص من بينكم فاسد وعاصي الله ولم يعمل باوامر الله فمن هذا الشخص؟ خليه يتقدم ويتوب الى الله هذا الشخص عرف نفسه ولكنه لم يعلن عن نفسه وقد تاب مع الله مع نفسه قال يا ربي ان سترت علي فاني لله نذر لك ان اتوب عن معاصي وعن فسادي في الارض فاسالك يا ربي الستر الستر ورفتر راسا نزل المطر فمن لاقاه موسى عليه السلام ربك قال يا ربي كيف تنزل المطر وفي و و و لا يزال الشخص العاصم بيننا قال لقد تاب يا موسى قال أخبرني من هو قال له إذا أنا سترته وهو عاصي فكيف أعلن عنه وهو تاب إلي توبة نصوحة اذهب وقل لقومك أن المطر نازل وبما أن المشكلة انحلت فالإنسان لما نغير ما في قلبه الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالنعم الفضيلة وهو التوبة ثم نزول الغيث لذلك فعلينا دائما أن نشكر الله على نعمه ودوام الشكر عليه وهذا مما يديم فضله علينا وستره الدائم على عباده اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الخاشعين المخلصين العارفين حقك وحدودك اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا ارحم الراحمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وافلح من صلى على محمد وال محمد.